والآن أدعو فخامة الرئيس جوكو رئيس جمهورية إندونيسيا لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Paduka Yang Mulia Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud, Yang Mulia para pemimpin dan ketua delegasi الأمير محمد بن سلمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤساء الدول فخامة الرؤساء، إن إندونيسيا تدعم جمهور هذا الاجتماع المناسب ل كونفرنس لهذه القمة، ولابد أن نكون قادرين على إنتاج نتائج ملموسة لإنهاء حد للانتهاكات الإسرائيلية في غزة. استمرت هذه المعاناة لفترة طويلة، ونتحدث عن 7.9 مليارات من الناس في جميع أنحاء العالم وعن قادة دول العالم، وحتى الآن كشفار هاي الدنيا واحد على الأقل يمكن إحداث تغيير في هذه المأساة. ولذا فإن لابد أن نتحد في منظمة التعاون الإسلامي وأن نكون في مقدمة هذا الحراك. وأود أن أتحدث عن اقتراحات واضحة. لابد أن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار مباشرة، ودون وقف إطلاق النار فإن الوضع لن يتحسن. ودائما كان هناك سرد من جانب إسرائيلي حول الدفاع عن النفس، ولكن إسرائيل تقتل المدنيين، ولكن هذا بمثابة عقاب جماعي، وبالتالي لابد أن نجد طريقة نمكن فيها أو نجبر فيها إسرائيل على وقف إطلاق النار. المساعدات الإنسانية لابد أن تزداد وتيرة تسارعها وأن يتوسع نطاقها. منظمة التعاون الإسلامي لابد أن نتحدث عن آلية لتوزيع المساعدات بصورة مستدامة، وإندونيسيا قد قدمت المساعدات الإنسانية وستستمر في تقديم هذه المساعدات. وعلى الجانب الآخر فإن هذا الوضع الإنساني مثير للقلق أيضا، إن المستشفى الإندونيسية في فلسطين أو في غزة تحديدا ما زالت تتلقى الضربات والهجمات الإسرائيلية، وإندونيسيا تحترم القوانين الإنسانية الدولية. إن منظمة التعاون الإسلامي أيضا لابد أن تستخدم كل المسارات لتطالب بمساءلة إسرائيل عن كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، وأيضا السماح بدخول المفوضيات ولجان التحقيق في المناطق الإسرائيلية المحتلة والتي أنشأها مختلف هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأيضا الاستمرار في تتبع هذا الموضوع في محكمة العدل الدولية. وأيضا منظمة التعاون الإسلامي أيضا لابد أن تحث على مفاوضات السلام لتبدأ مباشرة حتى نتمكن من الحل إلى وصول إلى حل للدولتين ورفض حل الدولة الوحيدة، فبالتأكيد ذلك سيكون على حساب الفلسطينيين. ما اعتمدنا عليه في الماضي، وبالتالي منظمة التعاون الإسلامي لابد أن تستمر في الحث والدفع بالوصول إلى حوارات عمليات السلام. وفي ختام حديثي، منظمة التعاون الإسلامي لابد أن تكون متحدة وتكون في مقدمة هذا الحراك، واستخدام كل الوسائل الإسلامية وكل وسائل الضغط والتأثير وكل الجهود الدبلوماسية للدفاع عن تحقيق العدالة للفلسطينيين. ومن الرياض يوم الاثنين سألتقي هنا في الرياض بالرئيس جو بايدن للذهاب إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وسأنقل رسالة منظمة التعاون الإسلامي هنا اليوم للرئيس الأمريكي جو بايدن. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.